السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. النهاردة وبإذن الله هنعمل موديل مهم جدا جدا لا يمكن الاستغناء عنه. هنعمل لايك ونبتدي على بركة الله، وما ننساش التعليق الجميل من أجمل متابعين في الدنيا. أنا النهاردة معايا متر ونص من البطانة. بطانة يا جماعة هتلاقوها موجودة في كل المحلات، المتر منها ب20 جنيه. تمام، ده موديل مهم جدا 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 بصراحة. أنا عاملة لنفسي ودلوقتي هعمل لبنتي عشان هو مهم اقدر اعمل عليها اي لبس بعد كده. تمام، طيب البطانه اهي بعملها معامله القماش العاديه لان هي بتيجي في نفس القياس بالظبط. تمام اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبطبق على 4 بالشكل ده اهو. تمام، بحيث ان التطبيقه دي تبقى 30 سنتي اهو. تمام تمام وزياده كمان، فاحنا ايه هنقللها شويه عشان احنا مش محتاجين اكتر من 30 سنتي. تمام كده كويس. طيب اهو بالشكل ده كده، وهعمل خط بعرض المسطره، الخط اللي انا متعوده دايما بساوي بيه القماش بتاعي. دي كده اول خطوة. طيب انا محتاجة، بصوا يا جماعة مبدئيا دي كده بتبقى بطانة تحت اي بلوزة خفيفة، تحت اي ملابس، دي مهمة جدا. بدل ما اعمل بلوزة البطانة لازقة فيها وبالتالي ابقى مقيدة ان يعني كل بلوزة اعملها بطانة، لا انا هنا بعمل بطانة لوحدها بحيث ان هي تتلبس على اي بلوزة، تتلبس على اي موديل. تمام، طيب انا بخلي طولها 52 سنتي كفاية قوي. تمام اهو 52 سنتي بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده اهو. تمام، من اسهل ما يكون اتركوا لنا تعليق جميل واعملوا لنا لايك اهو. خلاص ده كده احتياجي منها. تمام، والكم كمان هيكون تقريبا 50 سنتي، فانا محتاجه متر بس من القماش، لكن انا جايبه متر ونص لان دايما بقول لكم ان انا دايما بعمل حسابي على زياده عشان بكون محتاجه للقماش اعمل بيه اكتر من تطبيق. يبقى انا كده محتاجه متر بس من القماش عشان الناس اللي بتسالني عن تحديد كميه القماش. اهو يا جماعه انا بجاوب والله في كل فيديو، بس في ناس بتجرب فيديو فبتفوت معلومات مهمه جدا اهو. تمام، يبقى انا محتاجه النص متر ده مع الكمام كده خلاص. يبقى انا محتاجه متر عشان العمر ده. دي بتتلبس تحت اي بلوزه، تحت اي فستان خفيف، تحت اي حاجه، بحيث ان هي يبقى عندي قطعتين، واحده لونها ابيض واحده يكون لونها اسود، اقدر استخدمها لاي موديل، ما اضطرش ان انا كل مره اشتري حاجه بالبطانه بتاعتها. او البلوزات الخفيفه اشتريها بديهات بتبقى غاليه، وبالتالي انا عايزه اكتر من لون. تمام، طيب هاخد عرض الظهر. يعني ايه عرض الظهر؟ يعني عرض ظهر البنوته دايما كل مره بنقول، لكن برضو هشرح لكم على العروسه. ده كده عرض الظهر، ده كده عرض الظهر. باخد القياس ده وباخد النص اللي هيطلع لي، نص القياس ده اللي هيطلع لي انا باخده. تمام، انا ما بركبش سوسته ما بركبش حاجه، لكن بزود 1 سنتي، بزود 1 سنتي او 2 سنتي عشان بس اعمل حسابي، بس يعني ايه لما اخيط كده هيبقى كويس ان شاء الله اهو. يبقى انا كده اخدت 17 سنه بتعمل على موديل عمر 11 سنه. هي ال 17 سنتي دي هاخدها وانزل بيها كده، هي انا ما عملتش اي حاجه. تمام، بحيث ان هي تكون بنفس الموازاه اهي عشان تطلع مظبوطه، هي مكانها هنا عشان تطلع مظبوطه. تمام، خدي 2 سنتي او 3 سنتي مش اكتر اهو. تمام كده خطوات سهله. طيب اهو ده كده الخط اللي انا موازيه بيه. اعملي تطبيق معايا على اي قماش مش محتاجاه. تمام، طيب هنا كده يعني اقل من نص بشويه، واروح عامله ايه دوران اهو، دوران بالشكل ده كده اهو. بس الموديل بتاعنا من اسهل ما يكون. هنا دوران الرقبه نخليه 7 سنتي عشان انا ما عنديش سوسه ما عنديش زراير ولا اي حاجه، وانزل 4 سنتي
اهو تمام. هنا بنزل 1.5 سنتي وكده شرح بالتفصيل الممل اهو، مستحيل يطلع القياس مش مظبوط بعد كده تمام. طيب وبنزل كده ايه، شايفين انا عملت ايه بالمسطره اهو، مش قياس معين لان القماش هنا عندك كليك رقبه فما تقلقيش خالص اهو، بنزل على واسع بالشكل ده تمام. تقدري تعمليها، انا بعمل كده دوران خفيف، تقدري تعمليها كات كده لاي بلوزه، وتقدري تعمليها باكمام لو البنوته محجبه اهو. اقص اهو بعد ما قصينا ده كده معايا امام وخلف، الخطوه اللي بعد كده هعمل له اكمام، بقيس الاكمام بتاعتي بالشكل ده والرقم اللي هيطلع لي هو نفسه عرض الاكمام اللي انا هعمله تمام. طيب بجيب باقي القماشه البطانه بتاعتي بقيه المتر وطبق على 4، الناحيه المقفوله كلها عندي ودي الناحيه المفتوحه، نفس الحكايه بعمل خط، انا بشتغل اهو من الناحيه المقفوله وباخد طول الاكمام هيكون معايا 55 اهو بالشكل ده، مش هنعمل حسابي في الثانيه، حاسه انه طويل شويه بس عشان اعمل حسابي في التانية اهو كده تمام. طيب وده كده العرض بتاع الاكمام تمام. طيب بنزل 7 سنتي اهو، السبعة سنتي دي مهمة تمام، هنزلها لك هنا كمان عشان تكون واضحة اهو. بالشكل ده 7 سنتي دي اساسية في الاطفال تمام. طيب انا عندي النقطة دي كده وعندي النقطة دي تمام. طيب شايفين انا باجي من النقطة اللي هي على القماش المفتوح اهو، وافضل كده ايه طلع 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 اهو، بس انا عملت ايه دوران زي ما انتم شايفين كده. هنا باخد نص قياس الاسورة ودايما اقيس على ايد البنوتة، القماش هنا مطاط يعني حلو لحتى لو خدت قياس مظبوط مفيش اي مشكلة، بس انا هاخده 12 سنتي عشان يبقى برضو واسع وما يبقاش ضيق، ومن ال 12 سنتي دي هبتدي اطلع بالشكل ده زي ما المسطره طالعه معايا بالظبط وتوصلني للنقطه اللي انا عايزاها دي. بس ده الكم يا جماعه، هو ده كده الكم، بقصه ونعمل لايك ونروح على الخياطه وما ننساش التعليق اهو زي ما بنعمل كل مره. هقفل الكتفين مع بعض اسويهم بالشكل ده، القطعه دي مهمه جدا جدا وبعتبرها قطعه اساسيه، محسوش محتاجة اكتر من لونين، اعملهم اخليهم في الدولاب، عايزاهم كت عايزاهم زي الباديهات بالظبط بس بتوفر معايا كتير جدا اهو. قماشة البطانة خفيفة جدا فلازم تضيقي لها العيار شوية. بعد ما خيطت الكتفين مع بعض باخد الاكمام، وقبل ما اركب الاكمام اتني عشان توفر معايا وقت، بتني كده تنيتين صغيرين فوق بعض عشان توفر معايا في الوقت. اهي يا جماعه انا عارفه ان معظمكم هيقول القماشه دي صعبه على المكنه وهزهقوا، بس ده يرجع لنوع المكنه بصراحه، يعني انا نصحت كتير مرارا وتكرارا ما تجيبوش مكن صغير اهو، البطانه اهي الغرز بتاعتها اهي اهي زي القماش القطن وزي اي حاجه، بفرد اهو تمام، وباخد الكم واخد بالي عشان انا تنيت هنا ان انا هشتغل على، طالما ده وش القماش يبقى ده كمان يكون معايا وش القماش اهو بالشكل ده، وباخد من اول الحرف وابتدي امر بالاكمام اهو زي ما حضراتكم شايفين، بروح واخده الاسوره كده وقفلاها تمام، واقفل الابط على الابط بالشكل ده لاخر البادي او لاخر البطانه اللي انا عملتها اهو.
تكلفه البطانه دي كام؟ تكلفه البادي اللي انا عملته ده كام؟ 20 جنيه بس. طبعا كل الناس عارفه ان بادي الكارينا اقل حاجه للاطفال ب 50 جنيه. تخيلي بقى لما تجيبي لك اربعه خمسه ب 200 جنيه عشان خاطر البلوزات الخفيفه والشيفون بتاع الصيف، لا ب 20 جنيه بس هتقدري ان انت البادي ده او البطانه دي تكون موجوده في الشماعه لاي بلوزه، لاي بلوزه، تمام؟ اهو يا جماعه ده كده البادي بتاعنا او الكارينا بتاعتنا. فاضل اخر خطوه دوران الرقبه. اخدت شريط كده هقول لكم طوله، طبعا هو طوله لازم يبقى دوران الرقبه الاماميه والخلفيه. انا باخد الشريط وبشوف احتياجي واللي انا مش محتاجاه بشيل. 60 سنتي عرضها كده كام؟ 10 سنتي، تمام؟ بطبقها بالنص كده بالظبط اهي بالنص. ممكن طبعا اثبتها كده على المكنه الاول عشان المبتدئات عشان ما تلفش معاكي. شايفين دوران الرقبه بيبقى واسع لان القماشه لكرة جدا، تمام؟ انا كده خلاص خيطت الشريط ده وثبته وباخده كده من اول الكتف اهو وبلف بيه الدوران. والبلوزه اللي انا عامله عشانها البطانه دي روعه جدا 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 في منتهى الجمال، وهتشوفوها معانا دلوقتي وهسيب لكم الرابط بتاعها. كانت لازم ليها بطانه، البطيهات بتبقى ضيقه كده ومرفوعه عند بطن الاطفال ولازقه على الجسم ولبسها حاجه صعبه. انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه كانت بتعذبني البس بادي كارينا الطفله بقى، تمام؟ بطانه واسعه مريحه زي ما حضرتك شايفه كده، وفي نفس الوقت يعني قيمه وارخص بكتير جدا جدا من البادي هارد اهو. ايوه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين واسع جميل مريح اهو، تمام؟ وادي اللياقه بتاعته. لو عايزه تعمليها مدوره اكتر من كده اعمليها، عايزه تحطي شريط دانتيل هنا او اي تزيين يبقى نازل من البلوزه برده هيبقى شكلها حلو جدا. هشوف دلوقتي شكلها النهائي، ما ننساش التعليق واللايك. ايوه يا جماعه البطانه بعد ما اتلبست اهي، ودي البلوزه. ايوه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين البطانه طبعا لازم تكون اقصر من البلوزه عشان يبقى شكلها حلو، ما ينفعش يبقى طول بعض او هي اطول من البلوزه، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين كده ان الطقم اكتمل وبقى شكله افضل بكتير. اتمنى يكون عجبكم، نال على رضاكم. بشكركم جدا جدا، ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير.